صامدون صامدون انتخابات مطالبون صامدون صامدون انتخابات مطالبون. نحن اليوم في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجهوي لصيدلة الجنوب من أجل الدعوة لعقد انتخابات المجلس واللي انتهت الولاية ديالته فيما تم 2019 ومنذ سنتين تقريبا والمجلس يعرف حالة جمود ولم تعد له شرعية ولم يعد ممثلا للصيادلة بشكل رسمي. فالآن مع المراسلات المتكررة لوزير الصحة والأمين العام للحكومة للسيدة رئيسة المجلس المنتهية ولاته من أجل تنظيم الانتخابات والتي لم تعيرها أي اهتمام إلى يومنا هذا ولا أعضاء المكتب بمعيتها، فاضطرنا نحن ممثلي نقابات الصيادلة بالجنوب ورؤساء النقابات من أجل تنظيم هذا الوقفة أمام المجلس من أجل المطالبة بعقد الانتخابات وذلك في أقرب الأجل. صامدون صامدون انتخابات مطالبون صامدون صامدون انتخابات مطالبون. جينا من أكادير حتى الإخوان تما جاو من العيون من جميع المدن ديال الجنوب رؤساء نقابات الجنوب، جينا نوقفوا هنا وقفة احتجاجية تحت الهيئة تاع الجنوب بور كونتيستي هاد الشوهة، اكسكوزي مو لو تيرم، هاد الشوهة اللي داروا لينا. يعني من 2015 حتى اليوم عمر الهيئة ما شهدات هاد الانحطاط لدرجة الأمانة العامة للحكومة براسها حبسات جميع القرارات الصادرة من هاد الهيئة. الأمانة العامة دات سحريات لقات أن هاد الهيئة فيها كدير أعمال مع الأسف غير أخلاقية. و بارلون توجور في هاد نفس السياق تاع الأخلاق، بعد عامين اللي خصها دير انتخابات تاع النصف كيخرج والنصف كيجي ما داروهاش ما بغاوش، وبعد أربع سنين يعني 2019 فاش خصهم يديروا عاوتاني انتخابات تاع أربع سنين ما داروهاش، وصلنا دابا ست سنين، دابا حنا في 2021. يعني هاد الناس من 2015 حتى 2021 ما بغاوش يغادروا هاد الكراسي. كنقول لهم عينا معاهم الله يخليكم، كرسلنا الوزاره، رسلنا الامن العام الحكومه، ما بغاوش يغادروا هاد الكراسي الله يهديهم. حنا هنا اليوم باش نديروا درنا يد في اليد باش نديروا حد لهاد لو ديباسمون، هاد لو سكوندال مالوغوزمون اللي قاس لنا هاد المهنه الشريفه.